أصبحت منازل في مدينة ميكولايف الساحلية في أوكرانيا تعاني من عدم توفر مياه شرب نظيفة منذ 6 أشهر. وقال خبراء عسكريون وخبراء في الأمم المتحدة إنهم يعتقدون أن القوات الروسية تعمدت قطع إمدادات المياه في إبريل نيسان الماضي. وتشير صور وبيانات الأقمار الصناعية إلى أن خط الأنابيب المتجه إلى المدينة قد دمر عمداً عندما كانت المنطقة تحت السيطرة الروسية. وينظر إلى تدمير الموارد الحيوية للحياة المدنية على نطاق واسع على أنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني.